ورد في الآية 44 من سورة الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أجل بمعنى عدم استخدام الإنسان لعقله. يمكننا الحديث عن هذا بعض الشيء. في الحقيقة إن استخدام العقل يعني البقاء في تواصل صادق مع الله بعيدا عن القلق، يعني التأمل جيدا في منافذ الشيطان فيسدها عليه، فيرى إشارات ربانية في ذلك. فالله هو الذي يسير العقل، والإنسان عندما يتبع ما يقوله له ضميره يدرك الخطأ والخطر، يمنحه الله الإلهام ويمنحه الإحساس بذلك، ويتعين عدم ارتكاب الخطأ عمدا وعن علم. ولكن بالرغم من ذلك فإن أي شيء يحدث للمسلم ففيه الخير له، فهو يكون داخلا في قدره، لكن لا بد من اتباع الأسباب. أستاذي، ذكرت أن الشيطان يستخدم الرومانسية كسلاح يستخدمه غشاوة تحجب العقل. ثمة أشياء كثيرة لها تأثير. هناك أناس يفكرون بهذه الطريقة فيقولون: ماذا لو فعلنا؟ لو حصل هذا ما المشكل؟ ويمكن كذلك أن يتصرفوا بدافع الغضب. في الحقيقة إن الغضب والضيق يمكن أن يفتحا الطريق للمشاعر الشيطانية، والمسلم يعرف جيدا كيف يقاوم الأحاسيس غير الطبيعية، فعليه مثلا أن يعرف كيف يقاوم مشاعر الغضب، فالاستسلام لمشاعر الغضب غريزة حيوانية. أما التغلب على الغضب فهو ميزة إنسانية. وبالنسبة إلى المسلم فإن الانسياق وراء الغضب شيء مضحك جدا، فالغضب عندما يستولي على المرء يجعله تماما مثل الحيوان، يخضع بكليته له فيهين نفسه. هذا لا ينبغي أن يكون، عليه أن يستخدم عقله